وقت. احنا هاي الوجوه الطيبة اهلنا وعمامنا يسولفوننا سوالف، سوالف الديوان جميلة جدا. الله. وفيها حكمة وفيها موعظة. نعم سيد. لكل انسان ان كان صغير وان كان كبير، ان كان يفهم وان كان لا يفهم. نعم. يقولون شيخ من المشايخ. نعم. جمع، هو عنده بيت واحدة، جمع جميع العشيرة وقال انه منو ياكل هذا المن الملح انطي بت، انه منو يقدر ياكل من الملح. ايه. فتلاهفت الناس لشخصية هذا الشيخ، لجاهه، لكذا، انه سعيد حظا اللي ياخذ بنت الشيخ. اي نعم. فرضت الناس اللي اخذ وكذا وقع، فما قدرت الناس تاكل هذا المن، فقام عنده قهوشي قال له شيخنا انا منهم؟ ايه. انا راح اجيب سؤال فهنه. نعم. قال انا منهم؟ قال له انت منهم؟ فاخذ قبصه مال الملح خلاها بحلقه. قال له الشيخ ليش اخذ قبصه؟ قال له شيخنا اللي ما تاثر به القبصه ترى ما ياثر به المن مال الملح. الله. احنا اليوم الله العراق، الله الله العراق، الله الله، العراق اكلنا من عنده وشربنا من مايه واكلنا. نعم. من خبزه. يقول الشاعر بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي. نعم. وإن شحوا علي كرامه. هذا البلد إحنا نشأنا من عنده. فإحنا المفروض بكل الطوائف. نعم. غير المسميات. إحنا عيب علينا نسمي مسميات أبد إن شاء الله ما نسميها أبد أبد سموها. نعم. إحنا كل إحنا عراقيين وأبناء هذا البلد، إنه أكلنا من خير هذا البلد لازم نحترم هذا البلد، واللي يجي يخون هذا الملح هاي شيوخنا الله توقفوا بوجهه، والحمد لله والشكر، وانتم اثنيتوا عليها قبل قليل انه وقفت هاي الشيوخ ووقفت. نعم. المرجعيه. نعم. وقفت الناس الطيبه وبوجه كل واحد اراد ان يخون العراق. الحمد وكل لله. واحد يريد ان يخون العراق ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى واهل البيت، لان هو العراق مركز الانبياء، مركز الائمه، مركز. نعم. الصالحين، مركز الرسالات، مركز الدساتير من نبوخذ نصر إلى حمورابي إلى التاريخ العظيم بالعراق العظيم. نعم. هذا إلى هسه عشائرنا استلموا هذا. إن شاء الله الله يعثر اللي يريد يتحرش بالعراق أو يريد يوقع العراق. آمين يا ونسأل رب. ونسأل الله سبحانه. آمين. الله يسلمك للجميع. بارك الله بك سيدنا العزيز سيد أحمد. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله بك. شكرا لهذه المشاركة المباركة القيمة. شكرا سيد أحمد.